ده كان آخر كلامنا النهاردة ببرنامج الجدعان، ولكن خلوني قبل ما أنهي حلقة النهاردة أكلمكم عن شكوى اتقدم بيها البرنامج الجدعان شباب الباحثين في مركز البحوث الزراعية. 160 باحث اتقدموا لمركز البحوث الزراعية في إعلان عام 2017، وحتى اليوم لم يحصلوا على درجة الباحث المساعد. هؤلاء الشباب الباحثين العلماء اللي أضافوا كتير لمركز البحوث الزراعية ويعملون في صمت بقالهم أكتر من 15 سنة داخل المركز، وحصلوا على أعلى الدرجات العلمية، يعني حصلوا على الدكتوراه في تخصصاتهم، ورغم ذلك حتى اليوم لم يحصلوا على درجة الباحث المساعد. هذا الأمر يعلمه جيدا الدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية، والرجل يحارب بشدة داخل وزارة المالية داخل وزارة التخطيط لتوفير الدرجات العلمية لتعيين هؤلاء الباحثين. هي درجات بحثية يستحقونها عن جدارة، ولكن حتى اليوم لم يتحقق شيء. بقالهم 3 سنين وهم ينتظرون هذا التعيين، وبقالهم 15 سنة يعملون في صمت وقوة وجلد من أجل هذا الوطن. إذن وجب تكريم علماء مصر، كفى إهدارا للكفاءات العلمية الزراعية في مصر. أنا كمان عايز أوضح معلومة مهمة جدا، أن آخر كادر بحثي جاء إلى مركز البحوث الزراعية كان من 5 سنين، يعني عام 2015، يعني بقالنا 5 سنين فجوة زمنية في تعيين الكوادر البشرية من علماء مصر وباحثيها داخل مركز البحوث الزراعية. أنا أناشد السيد القصير وزير الزراعة الانتباه إلى أن هناك 160 شاب باحث من أولادنا يشعرون باليأس، وهو إحساس شديد القسوة. دي القضية اللي كنت لازم أتكلم عنها في نهاية حلقتنا النهاردة. أنقذوا شباب الباحثين في مركز البحوث الزراعية. انتظرونا غدا السبت الساعة 7 مساء على قناة القاهرة والناس 2 وبرنامجكم الجدعان. تشاهدون في حلقة السبت فريق الجدعان شاهد على أحدث نموذج للاستزراع المكثف لأسماك البلطي، وذلك في أحواض خرسانية بقطر 12.8 أمتار للحوض الواحد، ومزودة بأجهزة تهوية سطحية وعميقة، وذلك لتحقيق الاستغلال الأمثل للمياه وإنتاج نحو 60 طن أسماك في مساحة لا تتجاوز الفدانين. فريق الجدعان في مركز بحوث الصحراء للقاء الدكتور محمد الحجري صائد الجوائز العالمية في قطاع الهندسة الزراعية، والذي صمم معدة لزراعة الأرز توفر 50% من مياه الري، وأشادت بابتكاره كبرى شركات المعدات في العالم، وأنتجت فيلما تسجيليا عن المعدة الجديدة.